والعيال يناظرون فيه ويسمع وكذا يناظر بدر فيه كذا على ورا شوي لمدرس الفيزياء شو اسمه يناظر في بدر يضحك مدرس الفيزياء مدرس الفيزياء حقنا يفهم انجليزي ما يقولها بالانجليزي قاعد يقولها بالعربي ايه انا قاعد اقولها لك الحين بالانجليزي عشان تعرف يعني ما يروح ما يبرز عشان عشان أيوة. الرجال اللي راح الله اصبر شفت انا صرت خلاص ما عاد اضمن لازم ما اشتري عوازل صوت المهم تخيل مدرس يناظر فيه يضحك بدر خذ جاكيتين سوى نفسه نايم حصة وكل حصة يجي نايم يمكن ثلاث حصص انا ما ادري المريض لا المشكلة مدرس يقوم السويد يقول موجود يا شيخ ما في مثل ذيك يوم دخل علي باتع وانا على جوالي يوه يوم يوم ننتظر اختبار العملي تذكر ويقول اسكتوا انا قاعد اضحك ابي اسكت ما قدرت الله يلعن الشيطان وجالس والعب على الجوال مستانس انا ابي انا جاك البث خش انت شفت فهد ايه مشكلة يقوم بدر مدرس ثامن يعرفونه يسمونه يا نايم دائما يتكلم كذا ايه يقوم بدر يضحك ايه شكلك يلا عندك مشكلة في السي وشو انت قاعد تشوفه مصن فلان دخل رحب بكم العب طلع لك صوت كل شيء صوت الغنية هلا صوت 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 ابيك تركز تعرف معنى تركز لا تتكلم في البث صدق ودي يعطيك ميوت حط لي ميوت ديسكورد معليش فهد مع السلامة ميوت ديسكورد ديسكورد يا بنايا حط لي ميوت بس اني اقدر اسمعك فهمت شو قاعد تقول يس هنا هنا يا طول العمر المكان هذا اللي قاعد احرك فيه هذا مت فيه وهم يلحقوني حلو ايوه متى يلحقوني يا طويل العمر والله صوتك يجيني متاخر يلحقوني يا طويل العمر الساعة 3 الليل أنا والسويد جالسين نضحك نستاجر ما دام أبو نايف هنا ندور الفتك أي وينه داري داري يجيك متأخر مرة أوداز بس الله يرجعل عادي نت إناف ماني أجل ها والعرج أنا جي تي آر يا أحسن قد اخترت وخلصت بس يلا بدل بي سي يا ابو نايف والله اختار رجال كلب طفر عبد اذا نمل غاني جو رايق حسك تبي تشتري انترا عشان تسوي كذا من الداخل كذا و... يا اخي انا اسمع صوت شيء غريب حيثو سكند هلا والله انك 2002 صدق
شلو يلا اقرب شيء للعرض انا لا لا كنسل شيلات يا ناس ناجيب من باص ايزي ناقاتي حط غاني من قرز الله يلعن جو كيف سيبا تدري يا رجال لا 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 فضفنا ناجب بن باصم يا ولد ناجب بن باصم تشيك إله الله كنت في الرحلة النار والله على فاهم حسيبي الله ولا بعد حسيبي في المواقف تهسبه دي جي تايم ليش مسمي البث بناية يرخمة الكلب او انا بناية ماليش او تحمس تمام داون تاون صدق والله بشيلني احنا تحس كذا في في ما في موازنة بس برفع صوت اللعبة يا رجال الصدى طز الله لا تنتهي رحلاتك هاي فهد ارحب امشي شلت الميوت ايه يا رجال حس بتخلف دقيقة دقيقة يا اخي قاعد اسمع المحادثة مرة ثانية عادي يا رجال عادي دي جي تايم عسكري عسكري قاعد اسمعك الحين تقول عاري يا رجال والله هاني اثنين رجال تخيلوا عندك توام عسكري صوتي لا حرّي ارجع لاصفر عايش للدور عايشين الدور يا ولد عسكري نشوف معود لنا دقيقة الكلب اللي ناطر ذا الكرسي في الشارع من هو عايش الدور ذاك حريق المواطن يا اخي العسكري السمك ذا ترى المرة ذي بيطلق علي اصبر عسكري
بطل الطريقة هذي. طارد علي خسي انا ورجم اصبر لو كلب ما تقدر تسوي بث 1080 الفقير الا اقدر معالج على الفاضي شلح بي سي كيف عسكري دا غلط لا غلط ايش قاعد تصدم في الدنيا مبزرة والله هران ما ادري ايش اللي حط في راسي فيها بس ما ادري يوم مريت مع الشارع ذاك كذا تذكرت فيها غباء فهد ابو نايف تسمعني ديسكورد اسمعك ديسكورد عسكري واحد طلق علي هاي قاعد اسمعك مره ثانيه اسمعني ديسكورد اي اسمعك ديسكورد لا خلاص ما دعستها كذا لان امه يخلطك ادعس امه خانه انا ابوهم يطلقون علي احي لازم تنتظم بالاشاره ذا ولا انا ما انتظم شيء يا رجال وش انا اوقف اناظر ادور لعن ابليس شي ذا قاعد يلقاني كيف هكر طلع خير هذا يا شباب احتاج عسكري في واحد قاعد يلحقني يطرق علي اكلم عاد من الحين اصبر بس اطلب شكلك انت ادمن صح؟ لا انا هاك انت وش؟ شقك طيب ليش يا اخي ذا كله؟ حاكم الو حاكم شو سويت لك يا اخي؟ ما ادري كان في واحد بدعسني وفجاه كذا رجع ودعسني ومشي ما حد دعسك يا رجال سوق امها اي سوق امها وين رايحين؟ السجن ان شاء الله دي دق على ادمن لا شوي وقف شوي انا ما ادق على ادمن ايه ليه ما اقدر ادق على ادمن ناكل كلبش اوكي كلبش انا ادق كلب كيف مصك العون طلع ادمن انا يعني اني غبي ادمن هذا بلاك تاون حلو سويت فيه شيء السويد قعد يضحك شرطته وراعين حلو وطن وقف على جنب كذا فهمت وطاقتك وتلهم تل العب فيهم لعب اصبر وزارت موتر الشرطه فليت امها يا خيل امس كملته بعد البث اي بث حق دحماس اي ابوي خلاني اخذ البي سي ابوك اللي انت عارفه طقيت مين انا معه ايش حالك يبا ترجيت القدرات تطلع اليوم طلعت والله بتطلع اليوم يا ابو نايف مر شهر اليوم كملنا شهر تطلع اليوم هي والله ما ينلم يا فهد انت تطلع يا ولد افتح جوالك ادخل على القياس بيعطيك حسابي مالي خلق اطلع من اللعبه تكرش لا ايش ادخل على جوالي بيسي اوخ واتف
هذا والله البيض مع الجبن. نادى كتبت قياش امشي خششني يا خلي اشوف انا والواحد واقول حمسك كم يفهد كم تقول تصفقني اخلص لا تلعب بحسابي وغير رمز حساب ما تشوفها ما تدري انت تخش كلية ولا لا خلاص سويت كم شو اسمه ثلاث وحدات 6 9 والله هنا كوري ايوه 1-3-0-1 1-3-0-1 رمز يلا الرمز كابتل اتش ملاحظ قاعد يعطيك على بث اصبر اصبر قاعد يعطيك كل شيء على بث يوتيوب في احد معك في البث اشتري لي شوف شوف الفيوز انت على الديسكورد خلاص بتجيك على الديسكورد اصبر خبر عن الظاهر نعطيها على طول طز ابدا الرياض كلهم يشون درجة القدرات شاهدة واحدة حاليا جاج شاهد ديسكورد ليش حط مواصفات جازك تحت ما شاء الله تحداك انا حاطها 7700K اخر اسم معالج في العالم اقوى معالج وش اللي اقوى معالج فور كورز يا رجال هو قوي هو قوي على ترى ترى قوي فور. ستة لا اربع ستة اربع وانت اللي قايل لي اربع وانت اللي قايل لي وطقطق علي يا وسخ اربع القديم يا بابا اربع 7700K الاربع شو اسمه الاربع الاف يا طويل العمر ستة كور ومعروف والى يومك ذا يشترونه الناس اصبر يا بابا ها دخلت رح نتائج اربع كور يولا صادق ثريد ثمانية فهد عادي يا رجل والله نقول شو اسمه درجات القدرات الاولة الثلاثة يعني لا تناظرها سوي نفسك ما تعرفني وكذا لا شفتها طيب وين ارسلت لي يا بطني بطنوه والله ذا رمز فهد اللي لو دخله برنهب يفتح عز الله اني غيرته ترى بعد ما اعطيتك اياه حق انستغرام صار كابيتال اف مدري وش ارقام وكذا انا غيره كل شوي غيره عشان يعطيه الناقه اعطيكم حسابات انا اعطيتك اياه وغيرته قلت لا الكلب بيغيره بيقعد يعدل عدل وش تدخل على حسابات تجي فيني عيد ميت عليك انا ما انت ميت عليه هذا لا لا فهد خلي درجات الاول اختفى اللي هي 60-61-61 خل هذه في غيرها شيء جديد لا طيب هذا ورقي خلنا نشوف التفاصيل 40% اكمال الجمل يا مستعرب يا اجنبي يا كلب ليه وش السالفه 4% يا فهد حرام عليك وش اكمال الجمل ما فهمت اصبر التناظر اللفظي 17% يا انت الرياضيات حلوه عندك بس العربي اعوذ بالله عشان كذا الحين انا دخلت انجليزي 17% عد عزلات تضبط الخطا السياقي 28% اكمال الجمله 4% استيعاب المقروء 26% استيعاب المقروء لا تبكي انت تقولها لا قاعد تساغر طالع الحساب ان شاء الله مع فلوس الحساب حلو انت عندك الحساب في الرياضيات 48% الهندسه 2 تدري كم جبت في الهندسه انا 750 صدمني يلا 97% طعم القوه بس اني جبت العيد في اللفظي تحليل البيانات 52 لا الرياضيات كويسه عندك انت لا لا فكرت في الارضي رياضيات مخي طياره يا رجال الحمد لله بس ما ادري كيف جبت العيد فيها الحمد لله الحمد لله يعني مو مره بس انك احسن من العرب عربي جاي 4% طيب لو تعرف انجليزيتي صح؟ تعرف انجليزيتي لو اجمع الرياضيات ذي نفس هذه بالضبط مع انجليزيتي كم توقع جاي؟ تعدل نسبتك تعدل 70 تعدل 75 في الواحد لو تعدى 70 ابعشك حاشي السلام عليكم وزير يجي السلام عليكم هلا 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 يا الربع انا مصابي مصفر ابي استاجر موتر من يفزع لي
دقيقة يا شباب. يلا هذه 3000. الكل يقفل سيارته وينزل. ما ادري كيف يلحق. 3000 هذه هي بطلع فيها موتر. بجنن امه. معي ابو نايف. لا تقول له سبيكة سبيكة يا كلب. لا ما. شيك على درجة ستب. يلا بعدين تعال هاي الكلب. ستب. ونشوف ستب. اي بس. انجليزي اسمك كذا انجليزي. يعني تنتلع عنك الكلب. درجة التوفل مكأح. انت عازة ابو حسن صح؟ 531 يا كلب. مو انت مهين. ترى قبل لا يا الكلب يا الكلب قبل اقول لك ابو نايف قسم الانجليزي في ما تعرف تشرح ايه قسم القدرات الانجليزي كانه ستب يوم شفته واستانس وحل كذا كاني شايف الاختبار قبل امس انا حسيت اني كلب حسست انجلش ما له دخل وين يقول فيه موتر بثلاث آلاف كذاب اختبارات الملغاة يا ساتر عندك صفحتين اختبارات الملغاة حط ستب بعدين الملغاة بعدين حط اختبارات العام ورقي بعدين الملغاة بعدين كفايات انجليزي الملغاة كفايات لغة انجليزية الملغاة بعدين كفايات يا ساتر هذه ملغاة مو بساحب عليها لا ملغاة ما رحت مو كذا ملغاها لغيتها ولا ما دفعتها ما يلمو ما حجزت تحصيلي يا فهد ولا حاجز اثنين ايه تحصيلي هذا وش فيه جنرال ابتتود يمدري وش تست وش ده وشو جنرال ابتتود هذا قدرات انجليزي مرة ثانية حجزت هذا المحوسه وذا انا يشد الارض ايش امك بابا هد تدفعها بطاقة مدى كذا من البي سي لا والله ما انا شفت طريقة الدفع مدى انا دائما اروح سداد اصلا البطاقة اللي محطوطة على الموقع قطعتها مدري الغيتها ضاعت في السنة انا قاعد اسألك انا دائما اروح سداد عادي ما تقدر تزرفها اصلا الله لا يوفق لا ما تقدر بابا لا تزعل على طول بشق الكلب تقهر اسلوب مستفز انا ام الاسلوب الشرطه عطوني الموتر ذا حلو عطوني 3000 يعني انت شفتني رحت العسكري قلت حسابي مصفر عطني فلوس مستاجر موتر شوف الموتر هذا وش بيسوي في العسكري بالبزر ما عندي تحدي ارسم على وجه طيب انا ايش دخلني فهد طيب اختبر السب انا شد حيلك يا اخي لا انا يوم شفتك انت جايب 93 حسيت في جلتش انت عجاني انت بدك تروح تختبر الحين ايوه تحمست انا بس انه مو بمره انا الظاهر لو جبت مره 70 الظاهر شوف انا الجرامر كويس عندي شفت لا عشان يا طويل العمر كلمات ما عندي كلمه الموتر ما قاعد اشوف لك ثاني 5700 حلو افتح البث يا ورع قاعد اشوفها افصل اعلان ما بنزل اعلان يا حضره العساكر حلو استمر الحين ما عارف داخليه ما اسمع قول اخوك صار عليه وش صار بث داخليه ايه طيب يعني وشو عندكم في البيت كذا قد ادري حاضرات اونلاين حاليا بشكل كورونا يعني كان مفروض انه يدرس هنا في السعودية هو يدرس في الجامعة
يداوم في الجامعة، لكن عقب الكورونا محاضراته كلها الحين في البيت أونلاين. يا أخي شو اسمه؟ أنا لو أبغى شو اسمه بعثة أبغى خارجية. تبي تضمن بعثة خارجية يكون معك إنجليزي؟ عشان كذا رايح أرامكو. يكون معك إنجليزي وقدم إنجليزي على الحربية. إنجليزي كلب ولا إنجليزي مشي؟ يعني أنا ترى أقدر الحين أروح بعثة روسيا وفرنسا وذا الكلام عشان إنجليزي. أبرو. لكن وزني ما يسمح. سلامات فرنسا. اشتري هنا. روسيا. يا كه. ها شو رأيك أبو حسن؟ أرامكو يا ولد، أرامكو تدري وش يقولك؟ قال إنجليزية أساسية كذا بس يعني مرة تكون مدرب. آه رياضيات. شوف يا أخي كويس خلاص. والله أزعل. والله ما أزعل. والله هم عندهم دلع. أوه يقوم. لازم تجيب 85 قدرات. التحصيلي ما يشوفونه. هذا اللي أنا مرتاح له. بس انا خاف تدري وش هي فهد؟ انا خاف اني اختبر قدرات واجيب 85 بس انها بعد التقديم. هم يقولون نقبل حق السنه دي ما نقبل السنه الجايه. انا نقبل يعني مو اذا جيتهم السنه الجايه يقول خلاص تقديم. يعني مغبر. انت تعرف معنى دلع وفلوس يا رب. يكفيك إذا قالك واحد وين شغال تقول رانك خلاص. إيه تم هذا الوزير. وزير الزمن. وزير شو الموتر موت صدق ذاك الظاهر بيركبونه فيه. وزير صدق ولا عاد. وزير شوين شربين. أنا أتكلم زي قدام. أنا ما تشوف لأي درجة فالينها. وزير. موكب ترى يحترمونه ترى يعبدونه ترى اذا ما تدري. لكن اذا طلع الموكب حلو يا ابو نايف بيجيك وراهم كذا موتر حوض يعني انه مع الموكب. سيا ودي انك سيا صدق الوزير في الصدق. لا بموت كلب صفك. انا بتخيل الشكل بس الموتر ابن امك الحين تشوفه. يلا اطلع انت يا الوزير. مدري قاعد يحك خر الشرطي الحين كذا الناظر كمين الصبح وزير وجع راس. ارجاني ارحابي بعد شوي بيذبحه حبيب. صالين الصالين مع كايفون كذا عايش الدور. مع كايفون ما يهتم لك الباقي. لا لك فقط خليك على السبع حق الفقير. يهتم من يهتم لك الباقي. صوت خلنا ننتظرهم على راح. ايوه البو الاب ثلاثة بس. لا مش انا بدل ما طفرت رموت الموتر. ايش فيك انت قاعد تطفى كذا ما ادري ايش ناظرون يقول شن نقر ظل وراه. قوم جوك دنيك لا قربت بدوش ما هو بوش توك. بوش توك بس انا العب بيت على ما قلت ما فتح
الله الموكب المصروي كيف يمشون بس واضح انهم كلهم كيبوردات دبليو اس لا اي دي اي دي شو مجيبين عند البنك شكله مو بوزير شكله واحد بيزرف البنك اي والله راح ازرف من بعيد لا انا ناوي على موتر شرطه فهمت ناوي ديك شوف شكل هاد لا حد يشك فيه ناوي على سوبرمان اسود قلب امه اسود لمبات حلقه بيذبحونك اول ما تجي شرطه ايه خايفين على الوزير تذبح امك فين برا هذا الذي يدلون في عرجاني وراهم يا اخي شوف الكلب ذاك شبي يا شباب انتبهوا للحوض الاسود هذا الكلب خذ مننا 3000 شكله ناوينا يا اخي شو كيف خشوا ربطوهم والله يا فهد راسه صح لا 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 ما ينفع والله ينديك بس سوى نفسك في الشارع ماشي كذا مر من جنبهم لا شيء غريب اني ترى امشي هنا معروف الناس ما يفرون الا عند الملكية ترى دارسهم عيال كلب دولي ماخذ فيهم دكتوراه ترى الموتر اللي قدامي فيه واحد يعني حتى لو حاول ازرفه صكني هد وحطني في السجن كم تاخذ السجن بالشهور يعني 6 شهور 6 ساعات 6 ساعات قصدي 60 دقيقة الشهر بالدقيقة الظاهر ايه الشهر بالدقيقة او شي كذا 60 شهر 60 دقيقة او 6 سنين شي كذا شو الحرام اذا كنت تخلف ما اعرف يا ظروف ايش كيف ناقص طلق طلق بس ما ادري فيه طلق عليه يا اخي لو اني بدالك خطب على واحد الزرف ودز دز دزه ما يمديني ما يمديني ما ينفع قوانين الفيزياء حتى ما تسمح ما تسمح قصدي روح بالسياره تبيهم يخشون يعني كلهم ايه لازم ما بخشيل على خشيل ادير ربطوني طلع بعدين فر لا ايوه بوقف ورا الوزير وبسوي له ستاش دي ات ايش اسمه اسولت طيب ابن امي ازرق الموتر ما يخلوني بوقف ورا الوزير لا 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 كلهم كبار يا ولد ايه انت تسأل كذا تقول ما عندهم حياة تشوف انت انا مو صدم مرة شكلي ما يشكك صح ايه مرة واحد وجهه بنفسجي داخل موتر اسود مرة شك صفر يلاحظون هذا يا عيال مو باللي كان عند مركز الشرطة يا شحاب والله الدنيا مع سيارة الحين على الحكومة يا عيال ما ادخلوا لا باقي كم واحد برا انا بقعد ورا وزير اصمل يا ولد اقعد مر من جنبها انت عجوني انت عجوني انت عجوني اه ما يمديك هذا اقسم بالله هذي فحط يما الله يمديك شوف الوضع يمديك لا انا ابليس وش فيه عند المرضى الله ما ردك ابن دقيقة هنا باقي عسكري ايش تخلف ذا
امسك الوزير امسك الوزير. باخذ السيارة باخذ السيارة بمشي حقت الوزير. ايش تبي انت امشي من هنا؟ فهد اشوف السيناريو. اوكي ممنوع ممنوع. ليه؟ هو برا وليه كذا ممنوع. طيب دقيقة خلاص بمشي. حرك يا حرك. طيب 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 بحرك. يلا امشي امشي امشي. نزلني اوكي نزلني يا ولد. يا ملعب والله لا نزل. لا حد يشوف لا حد يشوف. والله بعطيك دي له سلاح اوكي خليه يجي معنا. انت إيه معك سلاح ولا ابسط كيف يا الكل معي يا ابو نايف اصدم بطب عليهم اصبر بجيك بداخل الباء طاير انا متحمس ما ادري ليه انا بصرف الموتر والله ما ردت شوف كم شوي افتح الباب افتح يا لعنة ام اي قامت قلت لا يطلعون علي يا الذين ليه يطول هو يفتح ليش لا مقفل يا راعي انت حتى سيارتك رحت لها ما عاد صار يفتح اي ولا عشان عليك عندك تهربوا شو هم الشطفة يا هاد شوف السيارة اللي قدامك على طول هذيك يمديك تاخذها وتزبل جمل يا اخذ شوف اخذ شوف يا ابوي امشي يا راي مدري ايش تذكرت روبلوكس لا لا ناوي ما ينفع ما ينفع روح ازرب اللكسس بس اللي عند المركز لكسس الشطة بدل الشيء ده السوالف تدخل فيه حجر يخليك تسوي قلب دجاج فهد ايش رايك تجي رينبو لحظة شجار اسمعني انت ايش رايك تجي رينبو يوري بس ادخل رينبو لين اجيك كيم كارداشيان تابع تابع برايم عاد نبي نعود السيرفر ذاك بس اصبر لازم نسوي الحركه هناك تبي الموتر الليزر السوبر مان هاي بنايف ازرف السوبر مان معي ازرف السوبر ازرف امه طب عليها مقد كذا بعدين اذا مسكوك سفل فيه كذا شوي فانا وين
ليه تقنعني؟ بجيهم زبنة. وما أكس لعند محل جزار ديهم بكوس والله بعطيكم بكوس هيمو ادخل عليه هيمو ما عندي رصاص ما عندي سلاح اصلا ايش رايك ابو نايف الو اوه يقلعك قلبي طار الوزير فهد العارض جنى بعد ما يخلصون كذا يردون وين مترى الوزير يا ولد يا ولد يطلعون الحين وين الوزير وين راح انا قولي بيزرون زرافه شكله هو مرشد سليم متكلم العب الله حق الدريفت ظل الامه قلب امهم وترى راحين وجيهم مفحط قدامهم حلوة الفكرة صح؟ لا وصاخة كذا أقهرهم أوريهم أن شرطتهم خايسة الموتر فيه دزة وزير يا ولد دزة اللي بحافظ على الوزير ينحاش فهمت؟ جيت هو فهد من اليوم يا خب شوف تفتح الجموس ما تنفد الله على الوجه الجموس ما جاد كانه راح عليه الموسى انحشرت فوق الكاس الزبالة دي سلمنا سلمنا ما عاد فهد اشتلك تلق الخايفين 5 4 3 1 جو جو سيفتي يبقى موجود هذا كل شيء كل شيء روح بالله راح عنده السلام عليكم كيف حالك ساعدكم يا رب من شيء انا الوزير بقلب امها سوداء العاب يو شوف يوم طلعتها من المحل بس او جلود اقسم بالله اللون الاسود فخام السيفتي باقي السيفتي ما ادري ايش يجي ترى مع التضليل الكتم اي خلاص راح حلو احسن احسن
حافظ المدينة ذي أنت. السلام عليكم. عمليات حسن مر عمليات طط لدينا عرجان الحين براقبهم من بعيد أشوف إذا لاحظون. اه الموتر دز تمام بهينة. حسك مضيع انت. انا مضيع دخلت في حارة ما يبى ما يبى ما يبى حرك حرك. شغل سيتي كلب الان ام الدزه والان ام جيت من فوقه درى الموتر مزروف درى يا هذا الموتر طالع فخم تعرف معنى فخم ابو نايف بالذات عندي في الشاشه اصبر خلني احط لك 1080 ما عندنا غير صور 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 اضغط كنترول و هذه برتسك مدري وش فوق برتسك بعدين اذا رحت عند الديسكورد اضغط كنترول في ارسل برتسك يا من يبدي جاهز من الاسفاتي بنروح الشرطة بس ارسل لي صورة قبل صورة ايش الموتر خلاص صورت جوال ولا وش صور سكرين شوت تفضل كنترول في ارسل هذي سكوت هذه من عندك صفاتي ايه والله اللون الاسود طالع فخم شوف بتزعجهم انت ان شاء الله بس اقهرهم مو ترهم انا راح امسك ناس اذا في احد ما اظن احد قايم يلعب يا ربي اخلص عشان تجيني في ريمبو يلا انا بس ابي احكي زين برنامج فنان وايد يعني خمس دقائق قبلش على طول لو كانوا يشتغلون الجماعة لكنهم مضيين إجازة بسبب كورونا. دم زمان.
حال الحكي و ابن الكلب وح وقف على جنب وقف على جنب وقف على جنب صدق انك شرطي سحبت امم تقول على جنب ما حطيت هاجي سبك يا مو يا موافق يبوي معك سيارة تزير يا وري لا انا ماني مواطن يا يا مواطن يا مواطن هذا ما بيصير ولا ذا والله يلعبوا فوجي يا طلع والله ايش من الثبات في المرسيدس الصدق ما نسكتها عسكري نعم تعال لا ما اظن اني غبي عندك شوف الجر اللي يقول لك عنه عسكري تعال شو هذا والله مجيبك رم الصاحب يا فهد الموتر ذا ما يسرح ولا لا تشوف اللي مع السويد قاعد تسحب فيه تسحيب ضاع خلاص سحبت سحبت في امه ضيعت ابوه خليته الحين يروح يبوه هذا والله يا الله شكرا خليه مشكل ولده هاي ما جابوني اللي اكبر منه يجيبني هو اعلم اسأل السيد قاعد يضحك اهبل فيهم ابناي كان معي موت ربين كلب هذه مكلارن زارف امه يا كثر صوت السفاتي شكله معلنه السماء جاوني بالله اعلنوا على الراديو الديسكورد اسمه راديو الشرطه حلو تبي تعرف شوف اللي وراي ذا تلقاه قال ترى فيه موتر شرطه مزروف مطر وزير ما هو شرطة مت كيقر يا أخي أربعمية أشكر أم السحبة أي فهد بيتخبط له أخلاك لا والله فجأة لا لا المو ترى المكان عارف والطريق عارف نبي أول مرة يا بنايف خلاص دخلنا المدينة الثانية اصلا الحين احنا كان حنا في نجران ما حد يجيني نظام امريكا والمكسيك ايه انت دولة ثانية في ولاية ثانية ما ندخل فيك ايوه انا في الحين
المدينة الثانية أقدر أذبح الشرطة، وعشان يجوني يقدرون يأخذون مني الموتر ويحكمون علي بشيء. وش لازم يسوون؟ يأخذون موافقة من النقيب أو المسؤول الزبدة، وأنا بنط منه وبنزعل. والله هذول مأخذينها صدق كانها واقعية. ما عندك تحفظ تجي رينبو. اوه ساعد مولي مشغلها انت؟ ايه منتظرك. طعم الخاتم الجامد او ب 750 دولار. قمت على طول حتى ما عسكري على العسكري. يلا بنايف جيتك ذبحوني. الو بنايف. هلو هلو. الله مستر محمد. Yes.